وجدة في مدينة وجدة عندنا الافتتاح ديال مهرجان الراي برئاسة الفنان والأستاذ نبيل الخالدي. إن شاء الله غيكون الحفل عبارة عن لوحات فنية متنوعة بجميع الألوان الموسيقية لربوع المملكة. غادي يكون إن شاء الله واحد الشكل أو ستيل جديد اللي مختلف على الناس شنو مولفين به وشنو سيشوفوا. كنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالهم ويدوز في احسن ما يرام وتنتم تتمتعوا معنا. يعني نغني راي نغني نغني دي ستيل اخرين ورحنا هنا في الملحمه نتاع الفيستيفال ديال راي غادي ان شاء الله. يعني هذه ماشي اول مره ندوزوا في الراي ولا يعني هذه الثالث ولا رابع مره ونتمنى ان شاء الله ان الليله تدوز زينه بالخصوص جايبين فنانه زينين كلشي عندهم اصوات زينين تبارك الله عليهم. وتحيه خاصه لشوف تي في والجمهور اللي كان. سعيدة بالمشاركة ديالي في مهرجان راي والتواجد ديالي لأول مرة في مدينة وجدة لأن ما حصلتش الفرصة أنني نحضر والحمد لله فهي أحسن فرصة أنني نكون في الافتتاحية الرسمية ديال هذا المهرجان في هذا المسرح الرائع ومع هذا الجمهور اللي إن شاء الله كنتمنى أنه يكون رفيع كيف ما هما سكان ديال مدينة وجدة والنواحي ديالها. هي الناس اللي عرفوني بزاف بأغنية ديال دانا دانا اللي كنت أديت مع فوديل فتكون فرصة أنني نغنيها رفقة الفنان كمال وجدي en tant que reprise. غيكونوا مجموعة ديال المفاجآت غيكون مغربي غيكونوا دي ديو دي تريو غيكونوا بزاف ديال المفاجآت فكنتمنى أن شاء الله تعجب الحضور الكريم. المره الثانيه وانا في هذا المهرجان ديال الراي اللي السنه الماضيه درتو يعني ما بين الراي والحساني وهذه السنه يعني كيشمل عده ثقافات منهم الامازيغ منهم القناوه منهم الراي يعني لوحه شامله والحمد لله المغرب غني بثقافتنا ونحاول نبينوها الليله ونعطوها في احسن الحلي وكنتمنى ان شاء الله النجاح لهذا المهرجان وكنتمنى الجنود الخفاء اللي كنتم يعني كثير وكنشكركم كاملين وكنشكر على المسؤولين اللي خلونا نشوفكم ونشوفوا المستمعين نشوفوا هذا الجمهور ديال المنطقه اليوم فرحانه بزاف كانت توجدت في مدينه وجده وماشي اول مره هذه انا جيت لوجده جيت ليها شحال هذه الحمد لله وكاين واحد الجمهور زوين وانا عارفاهم كيفاش دايرين كيفاش يعيشوا مع الفن الامازيغي وانا الحمد لله انا جبت لهم شي حاجه زوينه الحمد لله كاينه شي حاجه اللي غادي نغني قديمه ولكن جبت لهم واحد الاغنيه جديده اللي غادي نغني اليوم ان شاء الله وكنطلب ربي نكون عند حسن الظن ديال الجمهور الكريم. عندي الشرف انني نكون هذه السنه انا ولي نقيم هذا الافتتاح ديال هذا المهرجان هو واخا مهرجان ديال الراي اللي هو دولي حنا غادي نعطيو واحد الملحمه او واحد الصوره فنيه اللي فيها مجموعه ديال 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 الالوان المغربيه بما ان هذه السنه وجده هي عاصمه الثقافه العربيه فاحنا غادي نعطيو الوان مغربيه واحد اللون من 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 الاغاني الشرقيه وغادي نعطي واحد الاشاره حتى لمدينه القدس لان وجده هذه السنه درت واحد التوأمة مع مدينه القدس اذا ان شاء الله غادي تشوفوا واحد الالوان مغربيه غير هي مخلطه مع اغاني ديال الراي ومع فنانه ديال الراي ديال وجده باش نوري بان الحمد لله المغرب راه المغرب واحد وراه ثقافه واحده وتنتمنى ان شاء الله تكون فاتحه خير على هذا المهرجان اللي تيتسناه الجميع ان شاء الله.